خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم بناء على طلب بزاف ديالنا جبنا لكم همزه من العيار الثقيل، شقه بثمن همزه بزاف بزاف فيها 100 متر 4 متر، جات في بني ورياغل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش بني ورياغل فين جا، جا قريب من سبيطار محمد السادس، قريب من اهلان، قريب من طريق الرباط، وقريب حتى من مرجان. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم طنجاويه ديالنا، والثمن ديالو فعلا همزه. هو مبني فيه غير بيت وحمام، وباقي 100 متر كامله تقدروا تبنيو فيها شنو ما بغيتوا. قبل ما تكملوا معنا الفيديو، عافاكم دعمونا بلايك، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم كيقلبوا على العقارات او على الافكار ديال ديور او لا محلات تجاريه. بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم وعزازين عليكم. واذا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ديالنا، فتنساش تخلينا واحد سبسكرايب وفعل الجرس باش يبقى وصلكم ديما جديد ديالنا. بلا ما نطولوا عليكم، يلا نكتشفوا لابارتمون ديالنا. مساعية ديال الدروج ديال لابارتمون ديالنا هي هذه. كنجبروا الطواليت وصالون، وبقى 100 متر، يعني 100 متر ما بين الصالون واللي باقي خصي تبنى. هنايا كاين الحمام والطواليت، ها هما عملوا هاد النوع هذا ديال الباب الخشب والزاج، يعني هادي بلا ما تعملوا حمام وطواليت. ها هي واجده سينا اللي بغى يريب كل شيء ويبني من جديد، يعني طلع زعما في صاله ديال الدار على حسابه يقدر يعملها. ممكن بالحق انا عجبني هذا الزليج، هذا النوع الزليج اللي عاملين هنايا، يعني عاملينه في الحمام كامل، عاملين هذا النوع ديال الارض، عاملين لافابو تواليت والبيدي، وعاملين هذا النوع ديال الزليج راه طالع حتى السقف، السقف بيدو راه مزلج. يعني صراحه الله نصيحه مني انا هذا بلا ما يريو، حيت علاش؟ حيت فيها الله صلحو، يلا عملوا هذا الزليج هذا وهذا النص ديال السطح، وحتى في الارض عملوا لنا هذه النوعيه ديال هذا الزليج هذا. يعني في هذا البيت هذا عندنا جوج الانواع ديال الزليج. اوكي، وكيف ما كنقولوا بان هذا راح كتبيع لكم 100 متر، يعني في هذا البيت والحمام والهواء، يعني تقدروا تكملوا هذا البنيما، تقدروا اذا خليتوها غير هكا غارسونيه وتكريوها، انتم ليكم عندكم حريه الاختيار. المهم هنايا كاين بيت نور، نخليو فاس توريكم غير المسؤوليه ديالو. ورا ديجا 100 متر غادي يخرج لك منها 3 شوم وطواليت كبيره وطواليت سيرفيس، يعني هديه. غير هو اللي غادي يشري هادي ضروري ما خصو يطلعها هو السطح، هو ضروري ما كاينش شي ضرب للسطح. علاش؟ حيت السفلي والاطاج الاولاني والثاني والثالث فيهم الناس ساكنين، يعني خصهم ضروري السطح فين نشرو. وهنايا راه عاطينهم حتى الاي بلس 6 اللي عاطينهم هنايا، يعني كاينين، يعني كاينين هنايا شي عمارات اللي فيهم 6 ديال لي زيطاج، شفناهم وراهم لينا مول مولات هاد لابارتمون باينين حتى 6 ديال زيطاج. ونذكروا الناس في بالضبط هيدا لابارتمون ديال اليوم جات في بني ورياغل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش بني ورياغل، جات قريبه من اهلان، قريبه من غورزيانا، قريبه من سبيطار محمد السادس، وقريبه من طريق الرباط، قريبه من هادشي كامل اللي قالت لكم طنجاويه. و هنا فين في بني ورياغل فين تبعت لينا ديك لابارتمون اللي كانت 3 كانت همزه اللي ب 36 مليون. ها بني ورياغل راه مطلوبه، حداها الفارماسي، حداها البقاقر، حداها المدارس، حداها جميع يعني المرافق العموميه اللي تحتاجهم اي واحد. ودابا نمشيو نكملوا لكم المساحه ديال هاد لابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم فيها 100 متر، باقي تكملوها بالبني وتزيدوا تصلحوها، تزيدوا فيها دو شومبر اخرين من غير هادي والصالون والكوزينه. نوريكم المساحه اللي باقيه لينا. ونذكر المشاهدين ان لابارتمون راه فيها دو فاصاد. وي لابارتمون فيها دو فاصاد وعاد باقي فيها ما تصلحو، حتى اذا عجزوا انهم يصلحوا ساهله مهله، ماشي شي اصلاحات، غير شنو البني اصلا ديجا ما كياخذش بزاف ديال الفلوس وما قدروش انهم يكملوا على البني ديالها. يمكن لهم غير يعيطوا لنا، حنا كنتكلفوا بالبناء او الرينوفاسيون. وي وهذه راه تفصل تجي غزاله، 3 ديال البيوت راه بالصالون الكوزينه طواليت سيرفيس والحمام والطواليت الثانيين، راه هادشي غزاله. خص غير يعرف يفصل
وي 100 متر دو فاصاد راه فيه حاجه تبارك الله ما تبان. راه كنبيعوا دي زابارتمون فيهم 100 متر وفيهم 3 شومبر تواليت عاديه تواليت سيرفيس صالون الواسطه وكوزينه. حتى اللي بغى يخلي له ساهيه ويدير غير دو شومبر كيعمل دو شومبر. دو شومبر كبارين هذوك لي شومبر اللي بحال السويت اللي فيهم الحمام والتواليت. داكشي. لحقت 100 متر وراها كبيره. وهذا لابارتمون كيف ما قلنا لكم راها كتباع بهذا الهوا هذا ديال السطح والثمن ديالها جد 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 زوان. عاوتاني غادي نرجع ونقول لكم غادي يتباع في النهار ان شاء الله. فسارعوا للاتصال علاش حيت هاد لي زابارتومون بحال هكا بهاد المتراج هذا وهاد الثمن هذا ما عمرها كتعن شي واحد. ما عمرها حيت 100 متر مستحيل مستحيل تجبرها بهذا الثمن هذا. مستحيل تلقاها غير عند افيتو طونجي واجونس بيكازيت ايموبيلي اللي كاين المقر ديالها في طنجه. مستقبلا ان شاء الله ديكازيت كتوعدكم انها غادي تعمل فرع في مدن اخرى ان شاء الله على المستقبل القريب ياك ماشي بزاف. غادي تجبرونا ان شاء الله سواء في كازا ولا في الرباط ولا في المدن اللي كيطلبوا بنا فيهم نكونوا حاضرين. مرحبا نتوما غير طلبونا وحنايا غادي نلبوا لكم جميع الطلبات ديالكم. واليوم كنقول لكم لطلباتكم لاستشاراتكم لاعلاناتكم عندكم قهوه مطعم محل تجاري بغيتو تعملوا ليه الاشهار مرحبا تواصلوا معنا. اولا عندكم ارض بغيتوا تبنيوها ما عليكم غير تواصلوا معنا وحنا غادي نتكلفوا من ا حتى نزيد. ما عليكم غير تدخلوا الدويريه ديالكم ونعطيكم الفتح ان شاء الله. ان شاء الله حتى الناس اللي عندهم لي زابارتمون بغاوهم سواء للبيع ولا للكرا نضرب الطبقه تبيعوها او لا تكريو غير طبقه فيها وتكملوا اخرين اللي تسكنوا فيهم او لا تكملوا تفينيهم مرحبا تواصلوا معنا وحنا كنتكلفوا بهذا الشيء كامل. بغيتوا تكونوا من الناس الفي اي بي وبغيتوا نصاوبوا لكم الجديد دائما دخلوا علينا في الواتساب وقولوا لنا اجوتيونا في لا ليست ديال الناس اللي كتصاوبوا لنا لي زابارتمون اجو وحنا غادي نعملوا هيدا ونبقى نصاوب لكم دائما لي زابارتمون ما تفلتوا حتى شي همزه حتى ما تفلتوها ان شاء الله. ونقول لكم المعلومات على هاد ابارتمون هو اللي كنبيعو فيها 100 متر جات بنيو الرياغل. فين جات بنيو الرياغل الطنجاويه ديالنا؟ بنيو الرياغل جات قريبه من سبيطار محمد السادس قريبه من سبيطار محمد السادس قريبه من اهلان قريبه من تشار بن ديبان قريبه من طريق الرباط وحتى من شارع مرتيل قريبه من هادشي كامل ومرجان راه خرفت الطريق الا بغيتي تمشيو للمرجان. الثمن ديالها شحال الطنجاويه ديالنا؟ الثمن ديالها راه همزه ما غتلقاوها غير عند اويتو طونجي فسارعوا للاتصال. انا كنرجع ونقول لهم فاطمه الزهراء هاد لابارتمون هادي الا تعطلتو غير نهار وما عيطتوش اجبروا تبعت نهار ولا سيمانه على حسب الموجود اللي غيطلع الناس مساكن من كان لا اكذا بلي نهار ان شاء الله اللي مكتب لي فرصه هو اللي غيديها. والثمن المغربي بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يحولوا الثمن ديال الشقه للعمله ديالهم. انت عجبكم هادشي اللي كنعملو بغيتو نجيو تشوفوا لي زابارتمون ديالكم اولا الديور ديالكم اولا المحلات التجاريه ديالكم مرحبا ما عليكم غير تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه حنايا غنجيو نصورهم ونعملو لهم بوليسيتي ان شاء الله. واذا بغاو يسولوا على هاد لابارتمون ما عليهم غير يعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه ضروري ما تعطيوه لنا وحنا نعطيكم المعلومات الكامله على هاد لابارتمون. والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الدور ديالكم يفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم اللي كتمناو يا ربي وقولوا امين ونهاركم مبروك.